أجلت وزارة التربية منح الإجازات الدراسية خارج العراق للعام الحالي بسبب عدم توفر التخصيصات المالية للأعداد المطلوبة إلى السنة القادمة. وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن وزير التربية وكالة صادق على محضر اجتماع لجنة الإجازات الدراسية في المديرية العامة للعلاقات الثقافية القاضي بتأجيل منح الموافقات الرسمية للدارسين خارج العراق، وذلك لعدم توفر الغطاء المالي لها هذا العام.